السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتي اليوم إن شاء الله حتكون تطبيق عملي على واحدة من خوارزميات الـ Uninformed Search. يعني اخترنا الـ Depth First Search لتقريبا يعني سهولة برمجتها طبعا أول حاجة، ثانيا إنه هي بتستخدم واحد من أهم التراكيب اللي طبعا مرت عليكم في الـ Data Structures اللي هو الـ Stack، زي ما تكلمنا لما شرحناها نظريا. طبعا بهيك بشكل سريع بس بدنا نراجع كيف تشتغل اصلا الديبث فيرست سيرش. حكينا هي بتبدا من الروت وبتبدا تمشي في العمق لحد ما تصل لنهايه فرع معين، تبدا تعمل باك تراك، يعني بترجع على ايش اخر نود خزناها في الستاك وبتشوف ايش اخر تشايلد تم اضافته لهذا الستاك، بعدين بتروح بتزوره. طبعا النود اللي تم زيارتها لا يتم زيارتها مرة أخرى، هذا متفق عليه. زرنا النود اللي بعد هيك وبتمشي برضو في العمق في العمق لحد ما تصل آخر ليف أو آخر نود موجودة في هذا العمق، وبالمثل بترجع مرة ثانية على الستاك إيش آخر نقاط تم تخزينها فيه، وبتبدأ تكمل. مثلا خلصت هذا التشايلد ترجع الآن هذه تم زيارتها، لكن في تشايلد تاني لم يتم زيارته، يعني في فرع تاني ما استكملناه، فبتستكمل هذا الفرع بعدين بترجع تاني وبتروح على الفرع الأخير لحد ما تكتشف إنه هذا هو الجول اللي احنا حابين ندور عليه. طبعا إذا زي ما تكلمنا برضو في نفس المثال هذا، إنه لو هي مش قاعدة بتدور على جول معين، هي الهدف إنها تزور كل النقاط الموجودة في التري، فهي حتكمل شغل تمام. بعد ما تروح على الان حترجع تاني تروح على التشايلد التاني تبع الاي اللي هو الاي، وتكمل على الاو، وبترجع تاني على البي تمام. خلصت هذا الفرع كله، اذا حترجع تاني على الاي، مش حتروح على الاي نفسها، لا حتروح على التشايلد التاني تبع الاي اللي هو لم يتم زيارته بعد، على السي بعدين اف، وبترجع على الجي بعدين الجي، وبترجع على الكي واخر اشي الكيو. هذا لو احنا بدنا نعمل زيارة لكل النقاط الموجودين في التري الموجودة عندنا. طبعا كان في بسيدو كود بسيط وردتكم اياه برضو المرة الماضية اللي هو باستخدام الستاك. اول حاجة بنحط الروت نود في الستاك، نعملها بوش، وبنبدأ نعمل وايل او فور على الستاك بحيث طول ما هو مش فاضي نعمل بوب، ناخد النود اللي فيه عشان نبدأ نعملها زيارة. كل نود بناخدها من او بنطلعها من الستاك بنسألها هل هي الجول او لا. اذا كانت هي الجول خلص ريتيرن وبنتهي البحث، ولكن اذا يعني اذا لا طبعا حتروح تضيف كل تشيلدرن تبعون النود هذه في الستاك عشان تضمن انه كل تشيلدرن اللي كونكتد فيها في هاي النود صاروا مضيوفين عنا على الستاك، فبصير سهل اني ارجع لاخر نود تم اضافتها وهي اللي نعملها بوب ونزورها، وهكذا بنضل نمشي بهذا الطريق. طبعا متى بنعمل فيل؟ لما خلاص يخلص معايا الستاك نهائيا وما نلاقيش النود اللي احنا بدنا اياها. هيك رجعنا بشكل سريع، خلينا نشوف الكود اللي تم استخدامه. طبعا الكود هذا تم تطبيقه على الشكل اللي شايفينه امامكم. خلينا في الاول ندرس الشكل هذا نشوف ايش المقصود فيه وايش المطلوب منه اساسا. احنا اتفقنا قبل هيك برضو انه بتجينا الاسئلة او الامثلة كفضاء بحث جراف وليس تري، مش شرط يجيني تري جاهزة. المطلوب منا انه احنا نحول هذا الجراف الى تري ومن ثم نبدأ نشتغل عليه، هذا لو احنا بدنا نشتغل بشكل يدوي اوكي. لكن هنا احنا طبعا هنشتغل بشكل كودينج، فبالتالي مش شرط انا احول هذا الكلام الى تري، لانه هو حيمشي عليه ابتداء من في ستارتنج بوينت حيبدا منها، وحيمشي بعد هيك بناء على قوانين او على اجراءات معينة انا بغذيه فيها من خلال الكود. لكن لو بدي اشتغل شغل يدوي تمام، يعني هذا المثال نفسه ان شاء الله يعني حنشتغله يدوي مع بعض في النظري. الآن لو بدنا نشتغله يدوي خلينا نتخيل كيف بدنا نمشي عليه باستخدام الديبث فيرست. الآن الستارتنج بوينت اللي هي أول نود حنبدأ فيها هي النود الأولى هذه اللي القيمة تبعتها 40 أوكي،
لحظة، ما فيش ترتيب يعني، فيش 10 20 30 40، لا هي هذه قيم، مجرد قيم، كل نود لها قيمة. هذه هي الستارتنج نود، أو بقدر أسميها الروت. طيب مين التشيلدرن تبعونها؟ لاحظوا إنه هذه بنسميها دايركتد جراف. إيش يعني دايركتد جراف؟ يعني النود هذه موصولة مع العشرة ومع العشرين، لكن العكس مش صحيح. يعني ما بقدرش أقول إنه النود 20 موصولة مع الأربعين، يعني ما بقدر أحكي إنه الأربعين هي عبارة عن تشايلد للعشرين، لا، إحنا بنمشي حسب اتجاه السهم. إذا من الأربعين بنبدأ بنقول إنه العشرين هي أول تشايلد والعشرة هو تاني تشايلد لإلها، إذا إلها تو تشيلدرن، النود اللي قيمتها 40. يعني لو تخيلنا هيك على جانب كتري، هي الأربعين هنا وبينزل منها سهمين على العشرة وعلى العشرين، فرعين. بعد هيك تحت العشرة إيش بنبدأ نكمل؟ تحت العشرة حنلاقي في عنا تشايلد واحد اللي هو التلاتين. العشرين حنلاقي إلها كم تشايلد؟ لاحظ الأسهم، واحد اثنين ثلاثة وأربعة، إذا أربعة تشيلدرن، أربع أفرع حيكون تحت النود 20، اللي هو حيكون سهم راجع على 10، وسهم على 30، سهم على 60، وسهم على 50. بالمثل لازم نكمل باقي النقاط برضو. احنا حكينا العشرة الشايل تبعها بس 30، طب الثلاثين مين الشايل تبعها؟ الستين فقط. الخمسين مين الشايل تبعها؟ السبعين فقط. الستين مين التشايلد تبعها؟ السبعين. والسبعين ملهاش اي تشيلدرن، السبعين هي تعتبر يعني تحت اخر اشي، حنلاقيها هي الليف نود او هي نهاية التري. طيب الان احنا مطلوب منا انه نعمل ترافيرس او فيزيتنج او بحث باستخدام الدبث فيرست سيرش كتطبيق على هذه الجراف. لو بدنا نتخيل برضو، لو انا بديت بالاربعين، تمام، خلينا نبدأ بالأربعين. لو بدينا بهذا المسار، أربعين بعدين عشرة، لاحظ إنه لازم أكمل. أنا مدام دخلت في عمق معين لازم أكمل، يعني لازم أضل نازل لحد ما أخلص كل تشيلدرن تبعون الفرع هذا. أربعين بعديها عشرة، تلاتين، ستين، سبعين. بدناش نقول هيك نحن خلصنا، لأنه لسه ما زرنا باقي النودز، لانه فيش حاجه بتقول لي انه هذه هي الجول، يعني وقف بحث، تمام. فهذه نقطه بدنا نحطها في بالنا. احنا اذا طلبنا منكم انه تعمل ترافيرس او فيزيتنج لكل النودز الموجودين في هذه الجراف، اذا انت حتكمل شغل، مش حتقف عند السبعين وتقول لي خلص انا وصلت لاخر التري، لا، ما هو في نقاط تانية لسه ما زرتها، يمكن يكونوا هم الجول. اوكي، مره تانية حنبدا بالأربعين، عشرة، تلاتين، ستين. أنا ماشية على السهم، ماشية على السهم، لأنه هذا كأنه فرع، فرع وأنا نازلة فيه بالعمق، تمام. أربعين، عشرة، تلاتين، ستين، سبعين. طب وصلنا لآخر الفرع هذا ولسه ما خلصنا باقي النودز، إيش حنعمل؟ الديب فيرست إيش بتسوي؟ بترجع رجوع زي ما حكينا، بترجع على الستين. هل الستين إلها تشيلدرن تانيين؟ لا. إذا بترجع على اللي قبله، على التلاتين. هل إلها تشيلدرن تانيين؟ برضو لا. ترجع على على 10. هل في تشيلدرن تانيين؟ تمام. طبعا طول ما احنا بنرجع، لما نرجع مش معناته ان انا رجعت زرت ال 60 او رجعت زرت ال 30، لا، هدول تم زيارتهم خلص، انا بس برجع هيك في الرسم يدوي، لكن في الكودينج احنا على طول حنروح على الستاك وحنشوف مين اللي مش فيزيتد ونروح عليها اخر نقطه، تمام. فاحنا عندنا اخر نقطه تم اضافتها على الستاك والها تشيلدرن تاني، تمام، لم يتم زيارته، هي مين؟ طبعا 10 تم زيارتها، هي الأربعين نفسها. يعني هتلاقي حالنا ايش، بنرجع بنرجع بنرجع، حنرجع على الأربعين، حنلاقي انه ايش إلها تشايلد اخر اللي هو العشرين. اذا الان الدور بيجي بعد السبعين، بيجي على العشرين اللي هي لم يتم زيارتها بعد، فحنروح حنزورها. الان من العشرين حلاقي في عندي، طبعا لما نمشي على العشرين حلاقي عندي الان في عمق بوديني على 10، تمام، وبعديها بوديني طبعا على 30 وعلى 60، وفي عمق ثاني بوديني على 30 بعدين على 60 بعدين على 70، وفي عمق ثالث بوديني على 60 بعدين على 70، وفي عمق كمان بوديني على 50 وبعدين على 70. اي عمق هو اللي حختاره، هو مش انا اللي حختاره، هو اللي انا حلاقيه اصلا مش فيزيتد وموجود عندي في الستاك، العمق الوحيد اللي حقدر امشي فيه هو ال 50، لان هذول كلهم تم زيارتهم اصلا، تمام. فحنختار ال 50، فحنمشي بعد ال 20 على ال 50،
طيب الخمسين وين حتوديني؟ على السبعين؟ مش حروح على السبعين لأنه تم زيارتها برضو. فشو بصير الترتيب؟ مرة تانية، 40، 10، 30، 60، 70، بعدين 20، 50. هذا المسار الأول اللي ممكن نمشي فيه، تمام؟ بناء على أنه اخترنا إيش إحنا المسار هذا. طب لو اخترنا واحد تاني قال لا أنا بدي أختار العمق الأول اللي هو بوديني على 20 مش على 10، المسار الأول حقك ما في مشكلة. الأربعين حتروح بعد هيك على 20، تمام؟ الآن كيف حنكمل؟ حنكمل بناء على واحد من الأعماق اللي برضو معانا، مثلا يا بتمشي على 20 يا على 30 يا على 60. لو إحنا مشينا هيك 40 20 وكملنا على 50 بناء على إنه إحنا ماشيين على مثلا الفرع اللي هو أقصى اليمين. تتذكروا إحنا حكينا في الرسمة هذه، خليني أفرجيكم، بس كنا نقول بنمشي هيك على مثلا لو اخترت أقصى اليسار فأنا بضل ماشي على أقصى اليسار زي هيك. يعني لو أنا وأنا ماشي لقيت إنه في عندي أكتر من خيار زي ما انتم شايفين، ليش ما اخترنا العمق هذا؟ لأنه في عمق أقصى اليسار بضل ماشي معاه عمق معين، أوكي؟ هذه نفس الفكرة. أنا الآن اخترت مسار اللي هو أقصى اليمين مثلا، هاي 40، 20، 50، 70، تمام؟ وصلنا لآخر نود ولكن لم نصل لكل النودز، فبنرجع تاني. الخمسين مالهاش تشيلدرن تم زيارتها، العشرين تم زيارتها، أوكي؟ صح العشرين تم زيارتها لكن في إلها تشيلدرن تانيين، أوكي؟ في تشيلدرن تانيين. آخر تشايلد إحنا يعني ممكن نرجع له ولسه ما زرناه هو الستين. إحنا بنمشي كيف؟ أقصى اليمين ثم اليمين على 60 رحنا الآن، بعد 60 طبعا الستين ملهاش غير تشايلد واحد اللي هو 70 زرناه أصلا، فبنرجع تاني هنلاقي إنه حروح على 30 بعد هيك، 30 هلاقي إلها تشايلد تاني بس بقدرش أمشي في هذا العمق لأنه تم زيارتهم أصلا، بروح بعد هيك على العشرة. طبعا لما اروح على العشرة هلاقي انه انا وصلت هيك لزيارة كل النودز. اذا مرة تانية الفرع الثاني او المسار الثاني ممكن امشي فيه 40، 20، 50، 70، 60، بعدين 30، وبعدين 10. مين فيهم الصح؟ الاثنين صح اللي احنا مشينا فيهم، اللي حكيته انا في الاول والثاني، الاثنين صح. طيب كيف بنعمل الكلام هذا كودينج؟ خلينا هيك حط طبعا الرسم هيك، احنا خلص فهمنا الرسم ولكن انا حطاه على اساس انه بدنا نفهم شغله مهمه جدا في البرمجه. خلينا افرجيكم بس الان اول حاجه عاملين طبعا كلاس مستخدمين في الاري ليست، وهذا عباره عن تركيب يعني اخذتوه قبل هيك اللي هو عباره عن اري، ولكن ليست واري الاثنين مع بعض تركيب يعني ماخذ كومبينيشن بين التنين، بيكونش لها حجم معين، بيكون فيها نقدر نضيف عليها العناصر من اي نوع طبعا بدنا اياه، حسب قديش احنا حابين نضيف عناصر بنضل نضيف. طبعا اخر عنصر فيها نل، وفيها مؤشرات بأشر على نل، وفي اللي في الاول، وفيها دوت نكست، ويعني الكلام اللي اخذته في الاري ليست. وفي طبعا مستخدمين برضو الستاك عشان نستخدم عليه البوب والبوش. طيب اول حاجة عاملها هنا عفوا عامل كلاس، كلاس طبعا عام عامل فيه كل الشغل اللي هو فيه المين وفيه الدوائر الرئيسية، وعامل كلاس صغير هيك هو معرف فيه النود. ايش هي النود هنا؟ النود هنا قاصد فيها النود هذه اللي هي احنا يعني هنبدا نزورهم. ملاحظين ان النود هنا حيعطي للنود حيعطيها اسم متغير وحيعطيها قيمة، تمام؟ وحيعطيها كمان شغلة، حيعطيها شغلة مهمة اللي هي مين للتشيلدرن تبعونها او ايش الصلة بينها، ويعني كأنه بدي يحاول يرسم الرسمة هذه لكن بشكل برمجي. فهذا اللي بدنا نفهمه الان كيف حيعمله. كلاس نود، اول حاجة عامل كلاس نود حطت فيها انتجر داتا، الداتا هي طبعا القيمة المخزنة جواها، ومعطيها كمان متغير من نوع بوليان اسمه visited. هذا من الواضح انه وظيفته يا بيكون طبعا ترو او فولس حسب هل تم زيارة النود ولا لا. مهمة جدا طبعا هاي عشان يكون دايما عندنا indication هل تم زيارة النود ولا لسه. طبعا الكونستراكتور الخاص في النود هذه على طول بتعطيني قيمة للداتا اللي هي القيمة
الاماونت تبعت الاربعين او العشرين او العشرة الى اخره. كلاس هيك صغير خفيف فيش فيه ولا حاجة، بس عشان يعرف من خلاله النودز. نروح هيك على طول قبل ما نشوف الفانكشنز الاساسية، نروح نشوف ايش عامل في المين. في المين ايش عامل؟ معرف النودز اللي هي طبعا كلهم من نوع نود اللي هو الكلاس الاساسي اللي احنا تو عملناه. معرف كل النودز، معطيهم كل واحدة اسم المتغير عشان بس نكون فاهمين احنا في اي نود موجودين. نود 40، نود 10، نود 20، 30 وهكذا. كل نود طبعا مستدرك الكونستراكتور تبعها، ومعطيها الداتا اللي هي القيمة اللي حتكون مخزنة جوا. طبعا ليش القيمة هذه؟ عشان في الاخر نطبعهم، عشان نطبع القيم واحنا بنزور واحنا ماشيين في النودز في المسار، عشان نقدر نطبع المسار اللي احنا مشينا خلاله بعد تطبيق الدبث فيرست. او لو احنا بدنا نفس الكود نبحث من خلاله عن جول معين، برضو ببحث عن القيمة اللي انا بدي اياها. يعني لو بدي ابحث عن القيمة اللي 60 ببحث بالشكل هذا، بصير يعني كل نود افوتها افحص هل القيمة او الداتا اللي جواها المخزنة ايش قيمتها، 60 ولا لا. اذا 60 وقفنا البحث، مش 60 بنكمل باستخدام الدبث فيرست. طبعا رايح ضايف هذه النودز على الري ليست. الري ليست هذه معرفها طبعا فوق، معرف متغير اسمه نودز من نوع الري ليست. هذه الري ليست بتخزن نودز اللي هو من نوع نود، تمام. ضافهم كلهم على النودز اللي هو الري ليست زي ما حكينا بالترتيب اللي انتم شايفينه. الان بعد ما ضافهم، يعني الان تعتبر احنا في الليست الموجوده النود رقم واحد اللي هي قيمتها 40 اللي هي الروت نود، تمام. هذه هي النود رقم واحد. النود رقم اثنين اعطاها قيمة 10، نود رقم ثلاثة اعطاها قيمة 20، وهي موضح لكم اياها بالكومنتس هنا. ماشي الكلام، ضافهم وعرفهم وكله تمام. الان ايش عامل هنا؟ adjacency matrix. هذه عبارة عن array مصفوفة عادية طبعا من بعدين، لها اكثر من بعد، يعني بيجي بيعطيها قيم. القيم هذه لكل نود شوفوا كم قيمة عندنا، 7 اللي هم بعدد النودز الموجودين عندنا. اوكي، لكل نود رايح معرف مجموعة من القيم. القيم هذه زي ما تلاحظين يا صفر يا واحد. هذه من خلال الماتريكس هذه، وكأنه هنا هو عمل رسم للجراف هذه من خلال الماتريكس. كيف؟ تعالوا نشوف النود الأولانية اللي هي النود اللي قيمتها 40. الآن النود اللي قيمتها 40 هنا كم قيمة عندي؟ هي 1 2 3 4 5 6 7. حسب الجراف اللي هو معطى في السؤال، طبعا الجراف معطى في السؤال، حسب الجراف إذا كان في كونكشن، إذا كان في كونكشن بين النود اللي إحنا فيها الآن وبين نود تانية، بنخلي القيمة 1، إذا لا بنخليها 0. تعالوا نجرب نشوف. الآن النود 1 اللي هي قيمتها 40، إيش الكونكشن بينها وبين نفسها؟ لأنه هي النود 1 مع نود 1، الآن نود 1 مع نود 1 في كونكشن؟ أكيد لا، فالقيمة 0. طيب نود 1 اللي هي النود هذه مع النود 2، لاحظين إحنا الآن في المكان تبع النود 2، نود 1 مع نود 2، مين هي نود 2؟ اللي هي العشرة. هل في كونكشن بينهم؟ في كونكشن، اذا بخلي القيمة 1. طب النود اللي احنا فيها الان اللي هي نود 1، نود 1 مع نود 3، مين هي النود 3 اللي هي قيمتها 20؟ هل في كونكشن بينهم؟ في، اذا هي حطها 1. طب نود 1 مع نود 4، مين نود 4 اللي هي قيمتها 30؟ هل في كونكشن بينهم؟ لا، فراح حطها 0. وبالمثل مع باقي النودز راح حطهم زيروز. اوكي، تعال نجرب في نود تانية، نشوف مثلا النود رقم 4، تمام. هذه القيم الخاصة بالنود رقم 4، مين هي النود رقم 4؟ هيها اللي قيمتها 30. اوكي، الآن النود هذه ملاحظين انه اصلا فيش كونكشن غير بينها وبين النود اللي قيمتها 60، النود رقم 4 مع النود رقم 5. هيها نود رقم 4 مع نود رقم 5، 30 مع 60 هما بس اللي بينهم كونكشن. فإذا المفروض إنه مع النود رقم 5 بس يكون قيمة 1. هيها
نود رقم 1 0، نود رقم 2 0، نود رقم 3 0، نود رقم 4 0، نود مع نود رقم 5 1. إذا مظبوط الكلام، نود رقم النود رقم 30 تمام، اللي قيمتها 30 مع النود الخامسة اللي هي قيمتها 60. والله في كونكشن إذا بنخلي القيمة 1، مع الباقيين أصفر، وهكذا بالنسبة لباقي النود. مش هنمشي عليهم واحدة واحدة طبعا، هذه تنعمل هيك أول لما تعمل المين البرنامج، أساس إنه هيك كأنك أنت بترسم في الجراف. أوكي، خلصنا من الأدجسنسي ماتريكس، الآن خلصنا منها، الآن خلينا نطلع على الكود نشوف إيش بيعمل. بعد ما رسم الماتريكس إيش هيعمل فيها؟ هيروح على طول هنا، طبعا المين بنكمله بعدين، بس أنا فهمتكم كيف نعرف النودز وكيف نعمل أدجسنسي ماتريكس. الآن أول فانكشن أو أول دالة عاملها هنا اللي هي دالة اسمها find neighbors. إيش يعني find neighbors؟ يعني بدنا نوجد النيبورز، الجيران. الجيران يعني هم النقاط اللي أنا متصل معاهم، يعني النقاط اللي لو رحت على الماتريكس اللي عرفناها قبل شوية، لو رحت على الماتريكس هذه، أنا مثلا في نود رقم 2 تمام، بروح بعمل فور لوب على كل النودز هدول، على كل القيم هدول، وين بلاقي القيمة تساوي 1، إذا هذه النيبور تبعتي، إذا هذه النقطة الاندكس تبعها اللي هي النود رقم كم؟ 1 2 3 4. إذا النود الرابعة في كونكشن بيني وبينها، النود الرابعة هي جارتي، هي النيبور تبعتي، فبضيفها في الليست اوف نيبورز الخاصة فيا. تمام؟ لو احنا مثلا عند النود الخامسة، بروح برضو بيعمل فور لوب عشان يدور مين النيبورز تبعون النود الخامسة اللي هي قيمتها 60. بروح بفحص كل الادجسنسي ماتريكس هذه، وبروح بدور وين ما بلاقي القيمة 1، بجيب الاندكس تبعها، وبتكون هي النيبور تبعت النود اللي هو فيها الآن، وبالتالي هيك بيكون عمل ليست اوف نيبورز لكل واحدة من هدول. تمام؟ إذا هو الهدف الآن من هذه الدالة find neighbors إنه أنا أقدر أعمل ليست اوف نيبورز، يعني أعمل array list. شوفوا إيش بترجع، بترجع array list لكل نود، كل ما نقف عند نود بنرجع من عندها الأري ليست اوف نيبورز، وبنضيفهم وين؟ على الستاك، وبنبدا بعد هيك نزورهم واحدة واحدة حسب الستاك شو بيحكي لي. اوكي، هي الهدف، هي الفكرة بشكل عام. طبعا هذه ايش بتاخذ؟ البارامترز تبعونها بتاخذ الادجسنسي ماتريكس اكيد طبعا، انه من خلال الماتريكس اللي احنا عرفناها اصلا في المين هيقدر من خلالها يعرف مين النيبورز، وهياخد النود اللي احنا عمالين بنبحث لها عن النيبورز الخاصين فيها. اوكي، اذا بعطيه النود اللي انا بدور له عن النيبورز، وبعطيه الماتريكس اللي هي الموجودة معانا اصلا في المين. بعد هيك بروح بيعمل اول حاجة بسويها لما يفوت على الفانكشن، بروح بيعرف طبعا اندكس بيعطيه ماينس 1. ليش؟ لانه هنا الاندكس هذا ما بتغيرش الا اذا دخل على الاف هادي. هنشوف الان شو هي الاف هادي. طبعا مجرد ما تغير الاندكس هذا، انه هو بياخذ الاندكس، وهنا الفور هادي بيحاول ايش يعمل الان؟ بيحاول النود اللي احنا اعطيناه اياها القيمه اللي اديناه اياها، احنا بنحكي له مثلا بدك تدور لي على النود رقم 10 اللي قيمتها 10 يعني. طب انا بدي اعرف النود هذه ايش الاندكس تبعها، يعني موجوده وين يا جماعه، عشان يعرف يروح في الماتريكس على اي مجموعه من هذه المجموعات. يعني انا حكيت له دور لي على النيبورز تبعت النود اللي قيمتها 20، فبيروح بجيب الاندكس تبعها بالاول، النود رقم 20 بدور على الاندكس تبعها. كيف هو عارف انه النود اللي قيمتها 20 مضافه في الليست في المكان الثالث، فهي الاندكس تبعها ايش؟ 3. فبالتالي خلص بيعرف انه ايش هي المجموعه الخاصه فيها. تمام، اذا الخطوه الاولى بدي احاول اجيب وين المجموعه الخاصه فيها من خلال الاندكس. يعني هو انا اعطيته قيمه، ما اعطيته اندكس، انا حكيت له روح دور لي على اللي هي النيبورز تبعون النود اللي قيمتها 20. طب هي النود اللي قيمتها 20 وين موجوده في الليست بالضبط؟ بروح بيعمل فور لوب على الليست، وين بلاقي القيمه بجيب الاندكس تبعها، ومن خلال الاندكس هذا بروح بحدد وين المجموعه تاعتها
وبعد ذلك بيبدأ إيش يحدد مين النيبورز ويضيفهم. الموضوع في لف لف شوية، بس الموضوع سهل خطوة خطوة. أنا بعطيه بس قيمة، بحكي له روح جيب لي جيران العشرين. طب العشرين هذه موجودة وين؟ أي نود في الليست؟ أنا عندي 7 عناصر في الليست، تمام؟ هي أي نود فيهم؟ فبروح بدور، بعمل فور لوب على الليست، بلاقي إنه العشرين هي النود الثالثة، بجيب الاندكس تبعها اللي هو 3 يعني، لقى الاندكس تبعها هو 3، خلص إذا وين بيروح في الماتريكس هنا؟ على مين؟ على الاندكس رقم 3، إنه هذا هو عبارة عن المجموعة اللي بتوضح مين النقاط اللي موصولة مع النود اللي قيمتها 20، عشان من خلال هدول يروح يجيب الجيران تبعون 20. كيف بدي اجيب جيران 20؟ وين في وحايد؟ هدول هم الجيران. اوكي؟ ان شاء الله تكون وضحت هيك. اذا هاي فكرة الـ find neighbors. اول حاجة بجيب الاندكس، بروح بفوت على النودز اللي هي زي ما حكينا الاري ليست اللي فيها كل النودز، بدور مين فيهم اللي قيمتها كذا، القيمة اللي انا مدي اياها، وبجيب الاندكس. هاي الاندكس جابه اللي هو الاي، بيعمل بريك خلص، هون بلاقي الاندكس حيطلع. الان اذا لقى الاندكس ممكن انا اعطيه حاجة ما تكونش موجودة اصلا، ممكن اعطيه قيمة ما تكونش موجودة فما يلاقيهاش، فبضل الاندكس كم قيمته؟ ماينس 1، يعني مش موجود في الاري. لكن لو لقاه، يعني لقاه مش سالب 1 يعني موجود، لقاه بروحش بيعمل هنا، بفوت على الماتريكس اوكي من خلال الاندكس اللي لقاه، وبصير يلف على الماتريكس هذه، على اللي هي المجموعه الخاصه في النود اللي احنا لقيناها، وبصير يشوف وين القيمه بتكون 1، وين ما بلاقي القيمه 1 بروح بضيف النود اللي قيمتها 1 على array ثانيه اسمها neighbors. تمام، هذه الاري تبعت النيبورز هي اللي بيكون فيها كل النودز اللي موصولين مع النود اللي احنا ايش بندور عليها، اللي هي النود اللي قيمتها اكس، اللي اخذها وين؟ هي وين؟ عفوا، النود اكس هي اللي اعطاها هنا في بدايه الفانكشن. فالمهم بيطلع في الاخر بريتيرن نيبورز، يعني في الاخر حيرجع لي من هذه الفانكشن ليست فيها كل النيبورز تبعون نود معينة. ايش حعمل فيهم هدول النيبورز؟ تعالوا نشوف شو حيعمل فيهم. الان قدر يلاقي النيبورز لكل، في فانكشن عملها بقدر من خلالها يلاقي النيبورز لكل نود. الان طيب عشان ينفذ عملية البحث باستخدام الدبث فيرست سيرش يوزنج ستاك، اذا باستخدام الستاك الان سمى الفانكشن دبث فيرست سيرش يوزنج ستاك، اعطاها برضو الادجسنسي ماتريكس عشان من خلالها يلاقي زي ما حكينا النيبورز، يعني يمررها للنيبورز، واعطاني نود. هذه النود اللي انا بدي ابدا من عندها البحث، تمام يا جماعه؟ يعني هذه الفانكشن شو بتاخذ؟ بتبدا بالستارتنج نود، بالروت اللي انا بدي ابدا من عندها عمليه البحث. ايش هيعمل؟ هيعرف هنا ستاك، تمام، ستاك اوف نودز طبعا، وحيبدا يحط اول حاجه النود زي ما شفنا في ال بسيدو كود الموجود هان. ايش اول نقطة بنحطها في الستاك؟ اول نود اللي هي الروت نود، اللي هي النود اللي بدي ابدأ من عندها بحث. اوكي، اذا حيبدأ بحث او حيحط اول نود اللي هي في الستاك. بعد ذلك طبعا بما انه النود هذه حطها في الستاك، حيروح يعملها فيزيتنج يساوي ترو، الفيزيت تبعه يساوي ترو انه هو زارها فعليا، تمام، تم زيارتها لانه طبع القيمة تبعتها الان. طب اوكي، طبعا كيف حنطبعها نشوف الان تحت في المين كيف بيعمل سيستم دوت اوت. اوكي، طبعا هي كمان موجوده هنا، هي طبع الداتا تبعتها اللي هي قيمتها يعني، تمام. الان هيعمل وايل، هيمشي على الستاك بالوايل او فور زي ما حكينا، طول ما الستاك مش امبتي مش فاضي شو حيسوي؟ حيروح يطلع element من الستاك، تمام، حيروح يطلع element من الستاك، حيروح يطبع قيمة الإليمنت هذا. طبعا إذا إحنا بنبحث عن إليمنت معين، إيش حتسووا هنا؟ لما تطلعوا الإليمنت من الستاك تسووا له بوب، أوكي؟ إيش حتسوي هنا بدل عملية الطباعة؟ أوكي؟ حتعمل إف ستيتمنت، حتبدأ عفوا، حتبدأ تفحص هل قيمة الإليمنت هذا تساوي كذا وكذا، تمام؟ أنا مش هعمل الكلام هذا، خلوه هيك، بناخذ إن شاء الله في
نعمل assignment خفيف هيك، نعمل الكلام هذا. إذا إحنا بنبحث عن element معين، مش حنكتفي بالطباعة وبس، لا، حنعطي شرط هنا، فحص إنه هل أنا وصلت لهذا الإليمنت ولا لا. إذا وصلت له حنعمل بريك، حنخلص طبعا البحث. إذا لا، حنعمل الكلام هذا. إذا حنطبع الإليمنت هذا، وفي نفس الوقت ده كله جوا الوايل، طبعا كله جوا الوايل زي ما انتم شايفين. وفي نفس الوقت شو بنسوي كمان؟ بنبدأ نجيب النيبورز تعون النودز اللي احنا الآن طلعناها من الستاك. هذا الكلام حكيناه برضه في الأوبسيديو كود. إذا عند كل نود احنا بنروح نعملها فيزيتنج عشان ما اخسرش النود هذه. لو طلعت منها بدون ما اعرف مين النيبورز تبعونها، مش حعرف ارجع بعد هيك لباقي التشيلدرن. فلازم وانا واقف عندها اروح اجيب النيبورز تبعونها باستخدام الفانكشن اللي شرحناها تو فوق، اللي هي فايند نيبورز. وفي نفس الوقت كمان ابدا اعمل فور عليهم واضيفهم طبعا على الستاك. لاحظين ستاك دوت اد، اوكي. لكن حضيف مين على الستاك؟ في شرط هنا، بنضيف اللي بس مش visited، اللي لم يتم زيارتهم قبل هيك. هذه كتير مهمة، اوكي. اذا انا بعمل فور لوب على كل النيبرز اللي جبناهم، ولكن قبل ما اضيفهم على الستاك اعمل اد على الستاك لهم هذول children. لازم بالاول افحص طبعا اذا هم قيمتهم مش null، واذا كمان مش visited قبل هيك. طيب بعد ما اضيفهم على الستاك، طبعا هنا بنعمل للvisited true لمين؟ للنود اللي احنا الان ضفنا للتشيلدرن تبعونها. بنروح بنحول الفيزيتنج تبعها للترو، خلاص احنا جزرناها وضفنا للتشيلدرن تبعونها وخلصنا. طبعا اي تشيلدرن اللي لم يتم زيارتهم خلصنا منها، بنبدا نروح على اللي بعده. اللي بعده يعني حيفوت على الوايل مره ثانيه، معناته حيروح على الستاك، هيعمل بوب للعنصر اللي بعده اللي هو اخر عنصر تم اضافته، وحيعمل نفس الكلام. كل عنصر بدخل له، اوكي، حيطبعه، بعدين يجيب له النيبرز تبعونه، يضيفهم اذا كانوا مش فيزيتد، وبعدين يحول الفيزيتنج تبعها لترو، وهكذا لحد ما يخلص كل ستاك. لما يصير الستاك امبتي بتكون خلصت معانا الوايل، بيطلع من الوايل، خلص من عمليه اللي هي زياره كل النقاط الموجوده في الجراف او في الستاك كله اصلا. تمام، هنا عامل بس فانكشن بسيطه اللي هي بعد ما يخلص بحث في كل حاجة، بحث ويطبع كل النقاط وكله تمام، لو بدي أرجع الجراف زي ما كانت، يعني ما انزارتش، عشان أطبق عملية البحث مرة تانية مثلا. لو طبقتها مرة تانية مش حيزور ولا حاجة، ليش؟ لأنه كلهم صاروا الفيزيتنج ترو. طب كيف هرجعهم تاني كلهم مش ترو؟ بروح بعمل فور لوب عليهم كلهم، بعمل الفيزيتنج فولس. هذه ليش؟ عشان لو بدي أعمل البحث مرة تانية أو بدي أعمله بطريقة تانية، فأعمل function بس ترجع الـ visiting false. أوكي، نرجع للمين. إحنا هيك عملنا two functions، واحدة بتجيب النيبورز وواحدة تعمل traverse أو زيارة لكل النقاط باستخدام الـ depth first search using stack، لكن لسه ما طبقنا على الجراف اللي إحنا عرفناها في المين، تمام؟ كيف حنطبقها؟ بكل بساطة بعمل ايش بتسموه، اوبجكت من الكلاس اللي احنا اصلا موجودين فيه الان في المين. عملنا اوبجكت جديد، من خلال الاوبجكت هذا رحنا استدعينا على طول اللي هي الفانكشن اللي بتعمل depth first search using stack اللي عرفناها فوق. اعطيناها مين؟ الادجسنسي ماتريكس اللي احنا عرفناها هنا، زائد اعطيناها اللي هي النود اللي تبدا من عندها بحث. انتوا عادها حرين، حابين تبدوا بنود 40 اللي حسب الرسم، طبعا نود 40 هو بادي نود 40، ليش؟ لانه هي ستارتنج نود. والله اللي بيحب يبدا من النود مثلا 50 يجرب يحط نود 50 او نود 30 60 اللي بدكم اياه، حتلاقوا انه بتشتغل وبتمشي معانا حسب اللي هي النيبرز وحسب ما تزور كل النقاط، اوكي. الان طبعا بعد تطبيق الفانكشن هذه باستخدام النود 40 هي تكون البدايه، طبعا اثناء الفيزيتنج احنا كنا عاملين جمله سيستم دوت اوت، كانت بتطبع كل جمله او كل نود عفوا بتفوت عليها تطبع قيمتها، اوكي. طبعا بعد ما خلص في الاخر راح استدعي ايش؟ الكلير اللي هي هذه اللي بترجع كل النودز، بترجعهم ان فيزيتد، عشان لو بدنا نطبق كمان عمليه بحث جديده. نيجي نطبق الكلام هذا، تمام، بسم الله، تمام. هيها
ابتداء بأربعين، خلينا نفتح الرسمة، 40 20 50 70، بعد هيك رجع على 60 30 و10. هيك بكون خلص طبعا بناء على اللي هي الخط اللي هو مشي فيه او المسار اللي مشي فيه، بناء على انه ال40 هي الستارتنج نود. طبعا لو غيرنا النود 40 حطينا اي نود تانية بدينا منها برضو بتمشي الامور، ما فيش مشاكل. تمام، هذا كان يعني تطبيق سريع يعني وسهل ومرتب. ممكن يعني بالاقتداء بهذا الكود نعمل اي كود لاي خوارزمية تانية، يعني بريد فيرست مثلا لو عملنا بدل ستاك كيو وبنفس المنطق حبينا نعمل الكلام هذا بينعمل، لو اليونيفورم برضو بنفس المنطق بس طبعا في بريوريتي كيو، الليميتد ديبث اللي احنا عملناه وشرحناه في اخر محاضرة نفس الطريقة، ولكن بدنا نعمل ايش كل مرة فور لوب نزود فيها الدبث ما نخلوش يمشي للآخر. فالأمور يعني متاحة ومفتوحة، لكن هذا زي ما حكيت لكم هذا الكود الأساسي اللي ممكن من خلاله نطبقه على مع تغييرات طبعا معينة على جميع الألغوريثمز اللي احنا مرت علينا. إن شاء الله تكون الأمور واضحة ويعطيكم العافية.